بالنسبه لنا هذه مقابله للنسيان، لان هذه النتيجه هذه ما كناش منتظرينها، سيرتو مع فريق اللي كيحتل الصف الاخير. كنا عوانين بان ننتصروا باش نبقاو حنا غاديين في المسابقه مع الفرق اللي كتقلب على الصعود للقسم الوطني الاول، ولكن الى لاحظتي ان اطوال المقابله كلها سيطره كامله لفريق الراسينغ البيضاوي. فريق تاد راجع للور، استغل الفرصه، وكره القدم راه هي هذه مبنيه على الفرص، خصك تستغلهم. احنا اللاعبين عندنا في الهجوم جاهم فرص، الى شتي اللقطه الاولى ديال اللاعب امام المرمى فارغ هو الحارس وكتضيع ديك الفرصه. ولكن انا بالنسبه لنا هاد المقابله هذه كي قلت لك في الاول مقابله للنسيان، ونشوفوا المقابله اللي جايه ان شاء الله.